صديقي وزميلي الشيخ سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره، ليس عنده كتاب في مكتبته إلا وقد قرأه، يقرأ سريعا ويحفظ سريعا، عنده حفظ للأسانيد وحفظ للمتون ومعرفة بالرجال ومعرفة بالحديث صحيحه من ضعيفه، وعنده معرفة بالأقوال الفقهية وأقوال العلماء، وله اختيارات، هو شجاع جدا وجريء في الاختيار الفقهي وعدم التعصب للمذهب وعدم الوقوف عند المألوف، بل عنده قدرة كبيرة وأيضا عنده تقدير لأحوال الناس وظروفهم، وكان الناس يتصلون به من كل مكان، وكان عنده دروس أيضا عبر التلفون لأكثر من بلد وأكثر من مصر يتابعونه، يشرح لهؤلاء في الحديث ولهؤلاء في المصطلح ولهؤلاء في الفقه ولهؤلاء في العقيدة. فكان الشيخ حفظه الله أيضا نموذجا في سعة العلم ومدرسة في الصبر والمواصلة والتحصيل والقراءة وسعة الاطلاع.